حيت ملي كان كوفيد راه كانت ولات 12 كورس كاين كورس اللي كانت زيادة فيها شي 800 مليون مشات بحال هكا شي واحد ما قدام لنا شي حاجة مشات ثاني رجعت لعند الآخرين. اليوم حنا وصلنا وصل الموصل العظم خاص الناس تحرك حنا محركين حنا مغاديش نوقفو هادشي ومشبتين مشبتين بالقرار اللي خرج لانه هذاك القرار حنا موقعين عليه كلنا وعارفين اش واقع وعارفين كل واحد اش مادت وعارفين كل واحد اسمه وراه ملي خرجت لائحه ديال الناس كاين اللي وصل جوج المليار واخا يكون عنده وزين ما يدخلش ليه جوج المليار ما يخلص عليه ضريبه ما يخلص عليه سبعه حنا دارنا تاعنا عند الضرائب وداك الشيء الاخر كان الناس كنخرجوا لنا حنا الضرائب ونهضنا الغوط وداك الشيء الاخر وعاونونا الناس وداك الشيء الاخر وحيد الضريبه ولكن شو اللي رجع لك البلا على اي حال حنا رحنا مشبتين بالقرار وغاديين في القرار اللي خرجت الشركه الملكيه للتشجيع الفرص وهو اللي غادي يسمهم هو اللي غادي يتمن العمل وعطانا واحد عطى الناس كلهم باش رد ليهم الاعتبار باش غدا ولا بعده هذاك رد الاعتبار للناس يبقاو دائما الناس يقلبوا على العود ويقلبوا على مصلحه العود حنا ما كنقلبوش على شي حد لشي حد اخر ما عدا مصلحه العود مصلحه العود لينا كاملين كلنا فيها حنا هذا ورث جابوا لينا بقى لينا من والدينا وجدودنا وداك الشيء خاصنا نحتفظوا به ونبقاو غاديين واللي بغى يولد واسمه ويمشي يشارك في فرنسا واللي يشارك في اسمه في اي بلاد ويجيب لينا سيدي ويجيب لينا الريزولتا مزيان ولكن حنا نجيو نمضاو في بعضياتنا نهرسوا بعضياتنا باش حتى واحد ما يجي على اي حال شي واحد اللي كان باغي السؤال شي سؤال حنا هزنا النفس صعيبة راه ما بغيناش هادشي ما بغيناش هادشي كلشي النفس وركت علينا ما بغيناش هادشي بغينا تكون ناس سواسيه نعم اخويا قلتي الملاك الكبار حبسوا هذا القرار واش الملاك الكبار اللي حبسوه ولا السيد الوزير ديال الفلاحه ما حبسوه انه حبسوا شي ولكن كيقلبوا غير باغيين يحبسوه واش الوزير الفلاحه واش الملاك الكبار هما غيوريو الوزير الفلاحه اش يدير الوزير الفلاحه هو اللي حبس هذا الشيء ماشي الملاك الكبار لا. ما حبسوا السي عمار غير نكمل غير السؤال ما حبسوا الوزير الفلاحه باقي ما شاف حتى واحد دابا الوزير الفلاحه الرئيس تيار الوزير الفلاحه علق هاد القرارات قال لهم هاد الساعه هادي حبسوهم علق ما والو ما قال لهم خلي هادشي من بعد عاد نذكروا فيه حبسوا هنا باش الناس كاع تسمع الاراء ديالها راه الناس كل واحد يسمع الاراء دابا حنا شوف يا بلاتي الله يرضى عليك والله يرضى عليك قلتي لي تجبدتي لي وزير الفلاحه وزير الفلاحه كيمثل الحكومه ديال البلاد وحنا غاديين حنا ما غادي غادي يبعدنا الله يرضي لا مش بنمشيوش ضده انا غادي نمشيو ضده الا خذ هذا القرار هو ياك ايه لان حنا اللي كنديروا الطلبات ديالنا حنا وحنا اللي عارفين قال لك اهل مكه ادرى بشعابها اهل مكه ادرى بشعابها حنا اللي مالي الخيل مش هما غير دابا نهضروا بالمعقول واش هادشي خصو دراسه ماشي غير دراسه دارت شكون اللي دارها؟ دارتها شركه اللي كانت على برا ودارت شنو قالت؟ دراسه ودارتها اللي كاين هذه كاينه. اللي قالت خاص البلافون مو ولا غير حطيناها من عندنا؟ خاص البلافون. دابا وزير الفلاحه غير واش بلاتي بلاتي غير باش نفسر باش ما نغلطوش انت دابا ولا ما نخليك ونكمل لك وانت نقول نص ساعه وانت تهضر ولكن انت باغي تغلطني انا باش ما نغلطكش نكمل لك الفكره. دابا وزير الفلاحه اش قال؟ قال هذا الشيء باقي ما درناش ما قالش وزير الفلاحه ما قالش بلا تنكمل ما كيكذبوا عليكم الله يرضي عليك وزير الفلاحه ما قالش وخلينا نكمل الفكره ديالك وزير الفلاحه قال السي عمار بان هاد المسائل هادو خصها توقف هاد الساعه تنديروا دراسه ونعرفوا راسنا شنو تنديروا ما يمكنش هاد القطاع هذا نخربقوا ولا نديروا شي حاجه في مصلحه الناس كلهم نديروا واحد الدراسه ونعرفوا الصغير شنو خصو المتوسط شنو خصو الكبير شنو خصو ما يمكنش انا نعطي فكره وانت تعطي فكره ونبدلوا قطاع كامل خصنا اولا وقبل كل شيء نديروا واحد الدراسه شامله هاد الناس مثلا هاد القرارات اللي خرجوا
الناس ديال لاسوسياسيون كنا غنجريو عليهم من الميدان. اذا هاد القرارات غير صائبه. وزير الفراحه قال ما حد هاد المسائل هادو كانوا غيخرجوا على بزاف ديال الناس بلاتي غنديروا واحد النقاش ونديروا واحد نعرفوا شنو كنديروا وعاد باش الوصل وصل الفكره ديالك وصلت. انا المشكل ما كاينش هادشي هو قضيه وزير الفلاحه ما شافوا حد باقي ما وصلش باقي ما وصلش للسيمار ديال صيفطوا لي دار اجتماع في اسمهم على صورك لا ماشي مع على صورك دار اجتماع مع على صورك دار اجتماع في اسمهم في المكتب الاستشاري وداك الشيء اخري وداروا لي القضيه فيها قال لهم حاليا غادي نخليو الامور من بعد ناخذوا القرار. ها نعم ما حبسش وحده لا دابا ما خلى لا دابا الوزاره دارت واحد اللجنه غير فهمني الله يخليك السي عمار دابا ما باغيش تخلينا نكملوا غنكمل لك وغير تصنت لي الله يرجع لك انا كنقول انا كلامي من اللي بديت فيه الاول قلت حنا مشبثين بالقرار حنا اللي بغينا سهل عليك غير تناقش معاك غير تناقش ولكن باش غنقول السي عمار دابا الله يسهل عليك كل واحد عنده بغينا نتناقشوا انا السي عمار اسمح لي بغينا نتناقشوا خص يكون الصدر راحب شويه بشويه علينا وتناقشوا ونبركوا هنا حتى العشيه ونبداو احنا ما زربين ماشي جايين غنضاربوا ولا غنضاربوا بالعكس ولا غنضاربوا ولا غنضاربوا انت بشويه بشويه خذ الوقت ديالك هضر كيما بغيتي واستعمل خذ الوقت ديالك قلت حنا طلبنا انت مشبتين وانت احترم الراي ديالك تنقول لك انا باش نتصمتوا الصحافه اللي خاصها تسول لك سؤال الناس اللي مضرورين هما اللي خاصهم يسولوا لك السؤال هاد القطاع راه ساكروا ثلاثه الناس مرتاحينو ثلاثة الناس وعندهم عندهم واحد النسبة معينة هاد الناس اللي محتاجين هاد القطاع ثلاثة اللي معروف ودابا إحصائيات كتقول في هاد الكورس هاد الشهر ديال الجو في هاد الشهر هذا هو اللي كتقولوا دابا هاد الشهر اللي دابا عارونا الحساب ديال هاد الناس ما خلوا الدراوات فين يديروا عندهم واحد فئة معينة كيعطيهم الخير محتاجين باغي نحتاجوا الكورس كامل ثلاثة الناس اللي كاينين هما اللي كاينين في هاد الكورس هاد القطاع هذا هادشي اللي كاين ولكن الصحافة اجي جيب الناس كلها تسمع تسمع اشنو كاين اخوان اشنو سمع الناس حنا رحنا هادشي هذا خلاو لينا الخدمه والدينا ورث هادشي راه ارقام ماشي بلا بلا هادشي راه ارقام كاينين جيبوا الارقام وبغيو يتهضروا ماشي واحد كيجي يولد 500 عوده وجيو يكذبوا علينا هنايا هادشي راه ارقام الناس داو 10 11 مليار هما ثلاث الناس داو 11 مليار واش انتوما كتدخلوا العقار ولا 11 مليار داو بوحدهم وكيكذبوا على عباد الله كيدوروا معاهم بعاود ولا بجوج يكذبوا عليهم هادشي راه ارقام اللي كاينه اخ الله يخليك على الاخوان باش تنطق على الاخوان سي عبد الناصر كيف ما كنشوفوا مشاهدة قناة شوف تي في حنا في حلبة سباق الاميرة لاله الملكة على الاخوان حنا غادي نسمعوا لكل شيء حنا غادي نسمعوا كل شيء غادي نسمعوا لكل شيء على الاخوان واخا حنا غادي نسمعوا لكل شيء غادي نسمعوا لكل شيء هاد الطلب ديال التحديد راه درناه حنا انتوما الملاكة راه الملاكة وقعتوا عليه ما داروا لا وزير الفلاحة لا صوريك لا حنا اللي درناه وتقبل وقبلوا نديروا بيرمانون وداز ولكن هما باغيين يحيدوه هذا هو بيت القصيد هادشي خلينا نوجه الكلمة للناس الله يخليكم اسمح لي اسمح لي انت كتموت بالجوع كبار الناس كتموت بالجوع كنعرفوا انا راه 30 عام دابا انا راه ما كتريقلوا علينا هنا يا انا 30 عام وانا في هذا الميدان الله اخوان ما درا راه فيها كاملين حنا شوفوا هاد الجديد اللي جا هاد الجديد اللي جا في البروغرام فهادشي كلشي راه ماشي هو قران وراه ماشي هو اللي وجد الحل راه باقي خاصنا الحل باقي راه لا صورك نعطيكم مثال انا راه تندير لونغلو نتوما كديروا لونغلو نقصنا من لي بريم زدنا لي كورس ايه مزيان ولكن يتزادوا لي كورس لي بريم يرجعوا كيما كانوا تزيد الفلوس وتزيدنا الكورسات لا صورك ماشي نبداو نقسموا مع بعضياتنا حنا صحاب لونغلو ما كندويش على البيرساراب على تشوفوا على هادي حنا ولينا دابا انا نعطيك مثال عاوده دارت لي دوزيام 9000 درهم 12000 درهم تحيدت لي 3000 درهم وعطيتها انا نتنا السي زروال حتى هو غادي يجري ولكن حنا ما خصناش نبداو نقسموا مع بعضياتنا فلوسنا حنا مع بعضياتنا حنا صحاب لونغلو نقسموا مع فلوسنا مع بعضياتنا خاص لا صوريك تحملت المسؤوليه ديال هادشي ديال زمان وصلتنا لهذا المواصل خاصها هي توجد الحلول
تزيد لي كورس وتزيدنا الفلوس، تزيدنا الفلوس وتزيدنا الكورسات، وتزيدنا الكورسات. قطع لي انا واعطي لصاحبك وهي بقات هانيه، هي تهنات. حيد لي كبوطي ونقسموا انا وصاحبي، ولا صورك عوض تزيدنا الفلوس، هي اللي تزيدنا الفلوس ولينا حنا نقسموا مع بعضياتنا. لا تزيد كورسات وتزيد فلوس. الاو دابا نعطيك الاو في مراكش 63 63 عاود. واش هادشي معقول؟ انت غتوصلك النوبه كون كانوا اربعه كورسات ديال الاو في الشهر وتزادوا. شواق عقب ما في شواق هاد القطاع هذا فيه 1000 ملاك، كل هاد الملاكة داو 12 مليار. الدولة كتعطي تقريبا في الخيمة بين الكورس والدعم 20 مليار، داو هما تقريبا واحد 97% ديال الأرباح. خلاو عباد الله كيموتوا في الجوع، فهمت هادشي اللي وقع؟ وهادشي وقت الدولة لا صغير ناضت ودارت درنا واحد لابيتيسيون، درنا واحد لابيتيسيون باش تاخذ لنا حقنا الدولة ووزارة الفلاحة. ناضوا واحد ثلاثة غنبقوا على الناس دوك كيعطيهم خي فابور وكيعطيهم الخي بالنص باش يدخلوا معانا باش يدخلوا الميدان، فهمتي؟ غنبقوا عليهم وناضوا مشاو دابا كيديروا واحد البيتيسيون اخرى باش يوصلوها للوزير باش يتحبس هاد هذاك لي بلافورمو. هما لي بلافورمو المحل الوحيد ديال هاد الحرفه، الا ما داش لي بلافورمو غنموتوا غنحيدوا من الحرفه. الله يخليك هاد ثلاثه الناس راهم سيطروا في الكورس، سيطروا ولا يعطوا الخيل فابور، تعطوا الخيل فابور لهاد الناس باش يغوتوا. راه مهلكونا هنا، راه عندنا تجربات من السبعينات وهنا عندنا تنولدوا. عباد الله الناس ردوا المال ديال الدولة كان ميزان يدوها. لا راهم يلاه بداو والنمس، حنا راه حنا بدينا 20 عام حتى 100 عام هذه والناس خدامين، هذو راهم يلاه بداو، بداو البارح جاو هما اللي الشقايق. طيب عار عليا اخوان، دابا الله يرحم الوالدين اخوان، الله يجازيكم بالخير. احنا هاد المشكل اللي عايشينه درك ما هو مشكل، ما كيولدش. انا ما كندويش على الولاده، كندوي على الولاده. لا انا كندوي على ملاك صغار وكندوي على الجمعيات. انا ما نسيتش اخوان الله يرحم الوالدين. خلينا ندويو. لا راه هذا صحفي. سي عمار احنا كندويو على النقطه الاولى، هي على الربعين اللي تقدرنا فيها وهادشي راه بركتي معانا فيها. الربعين اللي جينا صادقنا عليه وحنا ما في علمنا جاب لنا اوراق، خلينا ندوي على حقنا. الله يرضى عليك. لا شي ما كنتخلعوش. لا لا سامي على الناس، سامي على هذا زيد، سامي على 136 واحد زيد. راه منو مالنا؟ مال لا من ما مشيش في الكون. ما عندكش تعاود ولدي انا تنولد. واشريف وراه الحساب عاد لاصاريك الحساب واخا ندوي. واشريف الناس ديال الجمعية والناس ديال الجمعية هما اللي داوين وحنا الملاكة الصغار نتلاحوا ندوش. واسيف واسيف هدوا فابور، هدوا فابور وخذوا العودة فابور، هدوا فابور خلوا عابدوي. انا تنولد راني من السبعينات، راني من السبعينات تنجري. احنا في 2020 هاد ضغطوا علينا وداو الدولة كاملة فلوس ميزانية غير الدواء. احنا مش فلوس الدولة الدواء الادارة هادي الدراوش تدوي. تدوي عاش دوي ما عندوش عاود. هاد الراجل اللي تيدوي ما تيهضر ما عندوش. اسمع هاد الراجل ما عندهمش الخيل، هادو اللي تيغوتوا راه عاطينهم الخيل فابور، عاطينهم هاد الناس ثلاثة الكوارع عاطينهم الخيل فابور.
عاطين باش يجريو باش يغوطوا. راه طحنونا في الكورس، هداو الميزانية كاملة، الميزانية ما خلوهاش. طبيعة الحال مشاهدة قناة شوف تيفي كيف ما كنشوفوا من خلال هذا البث المباشر، يعني راه نيضة. شوف انا إذا كيف ما كنشوفوا مشاهدة قناة شوف تي في، وزير الفلاحة اللي تيدي هاد الشيء، راه هو اللي غيتحمل المسؤولية ديال عبد الله تعالى، باش الميزانية 12 مليون 12 مليار عباد الله 12 مليار اللي تداوها عباد الله 12 مليار اللي تداوها هاد ثلاثة الناس باغي يسيطروا على عباد الله حيد التصفيقة ديالو باغي حيد الحيدة ديالو انا شارية من عندو يكعوا لك يكعوا لك راه خلوها من عباد الله انا تا نولدو راه هادوك شادين الخي يا عباد الله شادين عندهم الخي فامور وفي الحاجة الدربوش وشهادة وفي بلحة هما جوج اللي عندنا في الدكالة هما اللي قاعدين علينا ترى يخطاونا هما إذن مشاهدة قناة شوف تي في غادي نختموا هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث مباشر واحد آخر. إذن مشاهدة قناة شوف تي في ناخذ آخر تصريح باش نختموا هذا البث المباشر كيف ما كنشوفوا حنا متواجدين بحلبة سباق بالجديدة بين مؤيدين لقرارات الرئيس وبين ناس اللي معارضين القرارات ديال الرئيس. خويا اجي هنايا شنو واقع؟ قرب لي. السلام عليكم. حنا كملاكه ديال الخيول تنطالبوا تكون واحد التمثيليه في الجمعيات، كون كانت تمثيليه في الجمعيات ما يوقعش لنا بحال هاد المشاكل هادو اللي تتشوفوها الاخوان، وكون كون الناس تناقشوا هاد المسائل هادو في لي زانستيتيوسيون، وتنطلبوا حنا من الوزاره الوصيه على هاد الحيطة هذا، وزاره الفلاحات تدخل تدخل سريع في هاد المسائل هادو باش غير ما يوقعوش مشاكل. دابا الناس ما انخراطات في الجمعيات ديال الخيول مسدوده، الاخوان حاولوا ينخرطوا في الجمعيات يسدوا لهم بيبان الجمعيات، فتيوليو بزمنهم خاصهم يخرجوا ويهضروا. حنا هاد المسائل هادو ضدها، ديال الناس يخرجوا يهضروا في الشارع، خاصهم يدخلوا يهضروا داخل الجمعيات، ولكن مالوغوزمون البيبان ديال الجمعيات مسدودين وما تسمحوش الرؤساء ديال هاد الجمعيات هادو كجمعيه الكورس بالجديده ما تسمحوش للناس باش يدخلوا الجمعيات ويعطوا الراي ديالهم وتخرجوا بقرارات غير صائبه اللي ما تتمثلش الاراء ديال الناس. شكرا. اذا مشاهده قناه شوف تي في غادي نلاشي نشوفوا اشنو واقع باش نواكبوا لكم هذا الشيء بالصوت والصوره. حتى انت غادي تجيك غريب خويا شنو واقع؟ خويا المشكل الكبير هو كاين 20 مليار و 22 مليار كتفرق في الكورس كياكلوها ثلاثة الناس ولا أربعة ولا خمسة ولا 10، والملاك الآخرين كياكلوا العصا. ف
فهمتي؟ وحنا تنطالبوا بالزياده، بغينا الزياده، بغينا هذا القطاع يتحسن، بغينا بزاف د الحوايج، ولكن هاد الناس ما خلوناش. كيجي واحد تيدافع، ما عرفتوش علاش كيدافع. شوف، انسان تيولد يدافع على 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 الشيء ديال التوليد، انسان اللي تيجري يدافع على شي حاجه ديال الجري، راه هادشي ماشي معقول. كتناقشوا شي يقول لك هذا تخلص، هادشي راه عيب. حنا دابا حاليا تنطالبوا بان الفلوس تزاد ولي بلافون مو يكونوا في الكورس، تيتقاد هذا القطاع. الا ما كانش خاص سيدنا يتدخل، راه هادشي ماشي معقول. خاص سيدنا يتدخل، مالك البلاد حامي البلاد، عندنا اداره تتحمينا علينا بالاحترام. الناس تتسب كل شيء، تتسب تتعير الادارات، راه ادارات راه شي حاجه ديال الدوله، راه انسان ما خصوش يقول كلام تلعب فيها، هادشي راه عيب. حنا عندنا واحد رزيق كيتفرق، خصو يتفرق، كل واحد ياخذ لابار ديالو. فيها واحد 30,000 ديال البشر، خاص كل واحد ياخذ بلابار ديالو، وتكون الامور بالتساوي، وكل شيء غادي ينجح ان شاء الله في هذا القطاع. والسلام عليكم. تبارك الله. انا ما ضدت شي حد شنو واقع؟ حنا ما ضدت شي حد سي فؤاد، كنعاود نقول لك من هذا المبرمر كتعرف النانات. شنو واقع؟ الله يجازيكم بالخير. جينا سيدي حضرنا لواحد الجمع، كاينه واحد الفئه اللي هي ما عندها علاقه بالكورس، ما عندها علاقه بالكورس، وكاينه واحد الفئه ملاكه. انت كتشوفها، كاين واحد الفئه ملاكه، هذا الرعيش ديال جمعيه سباق الخيل بالجديده، هذا دليل. وهالناس الملاكه فين مسوخرين؟ هالناس الملاكه فين مسوخرين؟ ها هما اللور واللي مكريين داوين. احنا من هذا المنبر كنوجهوا هذه الرساله، سيد المدير وزير الفلاحه وسيدنا الله ينصر، يعطينا حقنا احنا كملاكه الصغار. احنا ما شغلناش في الولاده، ماشي ملاكه مكريين، ماشي ملاكه تما، احنا ما كنولدوش. الله يرحم سي فؤاد، ما كاينش مكريين، ما كاينش مكريين. شوف هذا الكلام الحق، ما تكذبش. شوف ما كنكذبش، والله لا كذبت، والله خاطر حد السفل. ومن هذا المنبر احنا كنطالبوا في حقنا كملاكه الصغار، تعطينا الحق، تعطينا الفلوس، تزاد الكورس. ونعطيك دليل السيز الله يجازيكم. شوف تي في، انا هاد الناس قاعد تسهروا عليهم وعنجبدوا هاد اليوتيوب، هاد الفيديو، هاد الفيديوهات من عندكم. وإلا ما تصابوش هاد الناس اللي داوين، هما اللي منخارطين في هاد الجمعيات ومدفوعين. حنا الدراوش، حنا المنتظرين. اما اللي كيولد راه عنده باش يولد، واللي كيشري عنده باش كيشري، وحنا راه عندنا الله، حنا راه ما عندنا والو الا الله سبحانه. اللي كيولد راه كيجري، واللي كيشري راه كيجري، وحنا فين عمشيو؟ فين عمشيو؟ نتلاحظتوش؟ نحرقوا من هذه البلاد، نهاجروا بحالنا بحال الناس، سمعوا في بلادنا. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، غادي نختموا هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث مباشر واحد اخر. الى ذلك الحين كنقول لكم دمتم ودمنا في رعايه الله، والى اللقاء. السلام عليكم.